دراسة من خلالها اكتشفت ان 50% من منشئين المحتوى على اليوتيوب قنواتهم لا تحقق ربح، بس عاملين قنوات علشان ابن خالتها او ابن عمتها او ابن عمه عنده قناة على اليوتيوب، بيضيع وقته ويضيع مجهوده ويضيع شغل ناس تانيين اصلا في سبيل ان هو يحقق ربح، ولكن ما بيحققش ربح. والدراسة دي انا اكتشفتها من حضراتكم، من التعليقات والتقييمات. تقريبا بقيم من 10 الى 15 قناة في البث، 7 او 8 منهم قنواتهم لا تحقق ربح. تعالوا مع بعض. استحلفك بالله تبص على التعليق وترد عليا. انا عملت فيديو مش بتاعي 15 دقيقة رياكشن، وحط الصورة بتاعتي واتكلمت في المقدمة كده، كويس ولا حيجيلي حقوق طبع ونشر؟ فدني لو سمحت، قناتي لسه جديدة. احمد ربنا ان قناتك لسه جديدة علشان ما تقعيش وقعت الاخت التانية ان قناتها تم ايقاف الربح عليها بحجة ان محتوى معاد استخدامه، مع العلم ان قناتي لاخبار الفنانين وترنداتهم واخبار اليوتيوبر، وده كتباه في الوصف للقناة فوجئت بايقاف الربح. وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. لازم تكون عارف ان في محتوى معاد استخدامه ومحتوى مكرر داخل اي حاجة. مش معنى ان حضرتك انتجت الفيديو بنفسك ما يجيلكش حقوق طبع ونشر. حضرتك انتجت الفيديو بنفسك كده انت في السليم؟ لا، مش في السليم. وده اللي هنعرفه مع بعض. لما جيت دخلت على فيديوهاتك واتفرجت على الفيديو الخاص بالشورتز، اكتشفت ان فيديوهات الشورتز بتاعتك لا تحقق ربح. فيديوهات تحتوي على موسيقى، والموسيقى دي او الكلام ده لا يحق ليكي استخدامه استخدام تجاري، فهنا للاسف الشديد هذا المحتوى لا يحقق ربح. مش بس كده، دخلت على فيديو تاني واتفرجت على الفيديو التاني وبسيط وشفت. هذا المحتوى برضو لا يحقق ربح. محتوى صوري بالإضافة إلى استخدام مواد لا يحق لك استخدامها استخدام تجاري، بالإضافة إلى صورة غير متحركة وكلام، اليوتيوب هنا هيقول لحضرتك المحتوى ده لا يؤهل إلى تحقيق الربح. لكن لما جيت بصيت على آخر فيديو عندك ولقيت إن حضرتك طالعة بنفسك واتفرجت وشفت بصوتك وبنفسك، حاول على قد ما تقدر انك تلعبي شوية على الموسيقى الدينية، وتحاول على قد ما موسيقى ولكن جيبيها من اماكن محددة، موسيقى دينية هادية يعني تحس ان هي باك جراوند مش اساسية. اطلعي بنفسك، حاول تخلي التليفون ما تصورش بالطول، صوري بالعرض. الناس كتير جدا انت تقدر تعملي مجهود اكبر من كده. اشتغلي في ان برنامج في ان او تطبيق في ان للمونتاج افضل من كين ماستر، عشان العلامة المائية مش كويسة حتى في الفيديوهات القصيرة. العلامة المائية مش كويسة اطلاقا، لازم تشتغلي بدون علامة مائية علشان ما تغلطيش غلطة غيرك، لان غيرك لما جاء انشأ فيديوهات انشأها بالشكل ده استخدم مواد لا يحق لها استخدامها استخدام تجاري، فبالتالي لما تم ايقاف ربح عن قناتك الترندات نونا هو ايقاف ربح حقيقي. ده حقيقة، ايقاف الربح ده حقيقة. الفيديوهات دي حقيقة ان هي تم ايقاف ربح عليها، ده حقيقة. وللأسف الشديد كل مجهودك ده راح بلح، لان علشان القناة تعيد تأهلها لتحقيق الربح محتاجة مجهود جبار. حتى لو عملت يا فندم اعادة الطلب او مسحت فيديوهات واستنيت 30 يوم القناة هتموت، وعلشان تمسحيها لازم تقدمي محتوى ملكي ليكي خاص بيكي. واعتقد ان حضرتك لما جيتي فعلت ربح كنت مفعل ربح بمحتواكي، بمحتوى الطبخ ومحتوى الحاجات العادية. لكن احنا تقريبا المشاهدات بنجري عليها، وكأن المشاهدات دي اجباري جدا 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 ان هي تكون موجودة علشان ننجح. اطلاقا لا، ممكن تكون المشاهدات نقمة عليك، ممكن تكون المشاهدة هي سبب ان قناتك يتم ايقاف الربح عليها. النجاح على اليوتيوب لازم يكون من نفسك، بادائك، بمحتواك، بموادك التجارية.
انت بس اللي تقدر تستخدمها استخدام تجاري، وانت بس اللي تقدر تخلي الناس تتابعك. كل الناس اللي تابعوك يا ترندات نونا تابعوك علشان مسلسل جعفر. ماذا بعد جعفر؟ ايه اللي هيحصل بعد جعفر؟ فمتخيلة ان جعفر العمدة كان سبب في ايقاف الربح على قناتك. وصلت؟ اتمنى تكونوا قدرتوا تفهموا الفرق بين المحتوى الذي يحقق ربح والمحتوى الذي لا يحقق ربح. في محتوى بالفعل انت لو قدرت تستخدمه بنفسك وتصوره وتستخدم منه 30 او 40% كجزء من محتواك وجنبك، اوكي هو في يعني شوية من الخلل اللي ممكن يحصل ان واحد يستقصدك بانذاره وطبعه ونشره، لكن في ناس كتير جدا شغالة. وبين المحتوى اللي اصلا لا يحقق ربح اطلاقا، يعني اصلا لا يحقق ربح اطلاقا زي نونا، ده محتواها اصلا لا يحقق ربح، محتوى ما عاد تستخدمه بنسبة 100%. وصلت؟ وبالمحتوى اللي ممكن تكون 100% محقق ربح زي اللي انا شغال فيه، يعني محتوى الرياكشن والرياكت انا ممكن اتكلم عليه في حلقة كاملة. هو دايما محتوى بيخوف، فعلا بيخوف، بيخوف اي منشئ محتوى. ليه؟ لانك ممكن في ثواني اروح لبك الانذار في ثواني. ليه؟ لانك بتستخدمني انا استخدام تجاري كمادة سخرية مثلا او كاي انتقاد، فانت استخدمت فيديو ليه حتى لو عامل عليه اللي انت عامله، طالما جايبني حتى لو صوتي اديك الانذار، طالما شفت اللينك بتاعك وحد بعتولي حديك الانذار. فهمت؟ وصلت؟ علشان كده لازم تفهم ان الموضوع ده. لكن في الناس الكبيرة او منشئ المحتوى الكبيرة اللي بيسيبوا الميمز يعملوها، دي شهرة ليهم فبيسيبها، فاهم؟ هما بيستغلوها شهرة لكن هي اصلا غير قانونية. وصلتك؟ غير قانونية. اتمنى اكون قدرت اوضح لترندات نونا، واكيد اوضح لي قصة وعبرة والشخصية المحترمة اللي لسه داخل اليوتيوب جديد. ربنا يوفقكم انتوا الاتنين ان شاء الله. وصراحة انا لو هعمل حل ترندات نونا همسح الفيديوهات وانشئ فيديوهات خاصة بيا واربط القناة، ولو في فلوس اقدر اخدها بسرعة قبل ما تضيع. يعني اي محتوى مش ملكي ليا هبدأ امسحه واحاول انزل محتوى ليا واجيب 4000 ساعة مشاهدة واقدم من اول وجديد. طبعا وانا هغير الاسم القناة والصورة والغلاف، علشان والاسم كمان، الصورة والغلاف والاسم المعرف، عشان ايه؟ اتجنب اي محتوى معاد استخدامه. بصراحة موضوعك صعب جدا. شكرا للجميع.